السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة جيهان الشحي، اختصاصية غدة الصماء والسكر في مدينة الشيخ خليفة الطبية. طبعا الكل يعرف أن مرض السكر هو واحد من الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا في دولة الإمارات. أسبابه متعددة، منها الوراثة، الوزن الزايد، النظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة. ولتجنب المرض ننصح باتباع أسلوب حياة صحي يتضمن ممارسة الرياضة بما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، النظام الغذائي الصحي، والابتعاد عن المشروبات عالية السكريات، وتجنب زيادة الوزن. نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية، وشكرا لكم.